السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome with a new clip set. Please, before we start, I need you to like and share and subscribe and make a comment if you need anything. And please turn on notification to let our videos reach you like in the correct time. Timing is very important this week, okay? This is the most recent one here, June 3rd, 2022. We have like a little of this problem from the revision before, if you remember. Now, with the complete test just released today. Yalla bina, our question. Given 2x plus y equal 8, where 3y plus x equal negative 1, what is the value of y minus 2x? Again, بعمل ايه هنا دايما؟ بحاول اجرب الدايركت ادنج لو هيجيب لنا حاجه مفيده فالدايركت ادنج هنا هيجيب لنا 3x و4y ما اعتقدش انها مفيده قوي ولو عملنا سبتراكتنج هيديني 1x minus 2y يا سلام لو كانت العكس كانت احسن بكتير طبعا لو 2x minus 2y انما 1x minus 2y مش اللي انا عايزها بالظبط فانا هضطر ان انا يعني اعمل واحده تايمز مثلا 2 ونشوف هنوصل لايه فهكتب الاولانيه زي ما هي كده اللي هي 2x plus y equal 8 والتانية هعملها times a times 2 تبقى 2x برضو plus 6y equal negative 2 وباي adding او sorry by subtracting هنسبتراكت من تحت لفوق يبقى دي تروح و 6y minus y يعني 5y equal negative 10 ده يخليني ال y بنيجيف 2 على طول وبعدين نحط ال y بنيجيف 2 في اي واحدة ونجيب ال x مثلا في اول واحدة 2x minus 2 equal 8 ده يخلي 2x 10 يعني x 5 ال required هو y minus 2x يعني negative 2 minus 10 يعني تبقى negative 12 والاجابه تبقى b اوكي okay. اللي بعدها بيقول لي what is the slope of the line represented in the graph above اللاين ده سلوبه كام فطبعا برأي نقط تكون سهله في القرايه زي دي او زي دي او زي دي واسميها لو اقدر او ان انا اجيب بالستوب برايز وبرن على طول يعني اول رايز كده وبرن على طول فدي 2 ودي 3 واضحه جدا تمام تبقى الستوب ب 2 اوفر 3 خلي بالك طبعا عايز البارل ولا البيبلك ولا كده لو ما عملتهاش كده او مش عارف تجيبها كده هتسمي البوينتات السهله بس اللي هي اللي فوق دي مثلا 3 اند 3 واللي تحت دي 0 اند 1 اللي تحت خالص مثلا نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 1 واي اثنين منهم تجيب الستوب بقى بقول الايه المعتاد اللي هو ايه y2 minus y1 over x2 minus x1 يعني بس انا ان انا نقط سهله واجيب رايز اوفر ران اسرع بكتير طبعا ده بوستيف الاشاره عليك في الحاله دي خلي بالك ده بوستيف دايركشن كده بوستيف ولو نزل العكس يبقى نيجاتيف عارفين الباقي بقى لو هوريزونتال تبقى زيرو ولو فيرتيكال يبقى نو سلوب طب هنا بيقول لي ايه ان ا كومباني ذا توتال كوست ان دولارز اوف ذا برودكشن اوف ا سيرتن برودكت اكس از جيفن باي ده with a profit made out of the selling this product is the ده البروفيت طبعا البروفيت مع الكوست بلس بعض يديك الريفينيو او البروفيت هو الريفينيو ماينس الكوست هو كاتبها لك كده حتى اهو وهو عايز الريفينيو ده بحجم على الاثنين بلس بعض الادنج بتاع الاثنين فلما تيجي نقاد الاثنين دولت انت عايز دلوقتي مين؟ انت عايز الار اوف اكس فالار اوف اكس تيجي ازاي؟ ها هتودي السي دي الناحيه الثانيه فهتروح بالايه؟ بالبلس يبقى دي عباره عن البروفيت بلس الكوست تمام فانا هقعد الاثنين طبعا هنقعد اللايك تيرمز فانا عندي هنا 1 ثيرد ونيجاتيف 1 ثيرد يبقى ما فيش ايه اكس كيوب خالص يبقى معنى كده ان الاخر تو تشويسز اللي فيهم اكس كيوب دولت الاثنين لازم غلط واضح ان اكس هي هي يبقى بس كل اللي انا هعمله احاول اعرف هي الاكس سكويرد والاكس سكويرد بس بكام يعني الاثنين التانيين واضح ان الادنج بتاعهم 3500 طب دي بلس دي بكام؟ تعالى كده نعمل لهم اد واحده بنيجاتيف 15 واحده ب 79 اوفر 3 طب ال 15 دي هنخليها اوفر 3 بكام؟ تبقى نيجاتيف 45 اوفر 3 عشان تبقى نيجاتيف 15 فباي ادنج الاثنين اللي فوق يبقى كاني بعمل سبتراكت 79 ماينس 45 بالظبط 9 ماينس 5 تبقى كام؟ 4 و 7 ماينس 3 ماينس 4 تبقى ايه؟ 3 يبقى الصح مين هنا؟ بي اللي فيها 34 طبعا دي اكس سكويرد ودي اكس سكويرد ودي اكس سكويرد الاكس خلاص مش عايزها يبقى اكيد دي صح. In Egypt a tourist
can travel a distance of 5 kilometers with just that ماشي ده السائح بيسافر ده بالمبلغ ده 5 كيلو. طب بيدرو needed to go to San Paula Hospital in Cairo. He took a taxi from المرازيك bridge. ما اعرفش حتى في القاهره اكيد المرازيك مش عارف اسمها ما اعرفش فين يعني انا مش من القاهره يعني. سوري لو انت قاهري انا ما اعرفهاش فين. Which is approximately 35 kilometers away from the hospital. يعني هيدفع الكلام ده 7 مرات بقى ما انت الخمسه بكذا يبقى دول بكام؟ How much will Pedro pay for the driver knowing that he gave him 10 كمان tips؟ يبقى الاول يعرف المشوار بكام وبعدين نزود ال 10 tips في الاخر. فالخمسه كيلو بيدفع عليهم 15.57 يبقى تعتقد ال 35 هيدفع عليهم كام؟ يبقى هيدفع عدد ده تقريبا 7 مرات. معيش كالكليتر فهتوقعها انا عارف 15 تايم 7 ب 105 وقول النص ده تايم 7 ب 3 وشويه قول دي 109 مثلا خد بالك. طب 109 دي لما تزود لها ال 10 جنيه التبس يبقى 119 اقرب حاجه للكلام ده هي سي. ما تحاولش تجيبها بالظبط كده لازم تعملها بالواير لان معكش كالكليتر هنا اوكي. فالمهم هنعمل زي الريشيو فدي كانها تايم 7 ال 15.57 دي كانها تايم 7 وبتزود ال 10 وحاول تجس الانسر مش تحسبها. ف 7 في 15 تقريبا ب 105 وبعدين تزود لها 10 يبقى 115 او اكتر شويه يبقى 118 اقرب حاجه تمام. The sum of three consecutive integers is 24 انتجرات ورا بعض ها. What is the product of the two greatest integers between them all؟ هم ثلاثه ورا بعض يعني n و n بلس 1 و n بلس 2 طبعا السم بتاعهم يبقى 3 n بلس 3 هو ده اللي ب 24 يعني 3 n ب 21 يعني ال n ب 7 يبقى الاعداد هي 7 و 8 و 9 هم دول. هو عايز السم بتاع ال two greatest integers يبقى كام؟ السم ولا البرودكت؟ البرودكت بتاع two greatest integers اللي هو ال 8 و 9 8 تايمز 9 بكام بقى اللي حافظين الجدول؟ ب 72 تمام. The impulsive force F drives from impulse and it is a big force وهو هو 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 كلام كتير قوي. المهم عاوز ايه؟ عاوز isolation. هو عايز مين؟ عايز ال VI دي. شايفين ال VI دي المنوره دي بلس فار دي عايزها تبقى isolated كده. فهنبدا بايه؟ بالكروس multiplication. طبعا ال M تعتبر فوق ال T هي اللي تحت. يبقى عندي ايه؟ FT equal MVF و ام في اي. طب انت عايز مين؟ عايز الام في اي لوحدها الاول هاتها هنا اهو ودي اللي انا مش عايزه الناحيه الثانيه ماينس اف تي. هننزل بقى ايه؟ انت عايز الفي اي هننزل ام تحت ديفايدد ام كله مش هنعملها بقى اوبر ام واحده عشان هو مقسمها ترمين. فاول ترم ديفايدد ام يبقى في اف ثاني ترم بس اللي هو الاف تي ده هيبقى ديفايدد ايه؟ الام. يبقى اف تي ديفايدد ام وماينس يبقى تقريبا اول تشويس تبقى ايه؟ نمبر 7 بيقول لي انو هاوس ولا يو نو هاوس وات ايفر لوكيتد ان جابان اند بيل بتوين ده اند ده من 10 ل 12 فيتشرز ا هاوس ويز ا فلور اوف تريانجلر شيب اند كان بي كونسيدرد از ان ايسوسليس تريانجل لو طبعا في سايدين قد بعض وراكبين زي بعض. The area of the triangular floor is approximately 84. If we consider that the base of the triangle is 12, what is the dimensions of one of the equal sides? طيب انا كل اللي اعرفه كده الاريا وانا عارف ان ده اكس وده اكس مثلا وعارف ان البيز ب 12 يعني ده 6 وده 6 وده الهايت. من معلومه ال 84 انا عارف ان 6 اتش اللي هو هاف البيز تايمز الهايت دي ب 84 يبقى اقدر اجيب الاتش دي ديفايدد باي كام؟ 6 اعتقد 14 تمام؟ الهايت ب 14 والهايت ده ب 6 يبقى الاكس تيجي ازاي؟ يبقى يستغرس بقى هتبقى 14 سكويرد بلس 6 سكويرد 14 سكويرد اللي هي 196 و6 سكويرد 36 يبقى اعتقد لا هتبقى مالهاش ما هياش بيربكت سكوير مشهور يعني تعال نجمعهم كده اعتقد هتكون البي يعني بس تعال نتاكد كده بحسبه بسيطه هنجمع دولت ف
فالاكس تبقى روت كام؟ معيش كالكوليتور ها؟ هنجي مع دول في شيل 4 هنكمل بيهم ال 200 يبقى دي 132. ف 232 عباره عن 4 تايمز فعلا 58 وتطلع ال 4 بره تمشي صح البي لان 200 ديفايدد باي 4 ب 50 و 32 ديفايدد باي 4 ب 8 فهي كلها 58 يعني لو تعرف تعملها كده يا ريت عشان معكش كالكوليتر. نيجي لمين؟ لدي بيقول لي وات از ذا فاليو اوف ده اذا كان مديني الاكس يبقى هو عايز 2 تايمز الايه؟ الروت 2 بلس 3 اول سكويرد و 3 تايمز نفس الكلام وماينس 1 تمام؟ هنفكها واحده واحده جوه براكت الاول عشان ما نعكش بالذات اول واحده دي. تاني واحده ممكن نفك على طول كده يبقى 2 روت 3 بلس 9 ماينس 1 ونشوف دي. فيرست باور 2 يعني 2 سكند باور 2 يعني 9 فاضل مين بقى؟ فيرست تايمز سكند تايمز 2 دي 2 يبقى روت 2 تايمز 3 ب 3 روت 2 تايمز 2 ب 6 روت 2 ولسه في 2 بره هتخش اهلا وسهلا يلا بينا تبقى 4 بلس 12 روت 2 بلس 18 بلس 2 روت 3 بلس ايه 9 ماينس 1 ونجمع بقى اللايك تيرمز فعندنا واضح ان 12 و 2 14 روت 2 14 روت 2 مش روت 3 اللي جاب روت 3 في الموضوع اللي جاب روت 3 هي 3 روت 2 عملتها 2 روت 3 حاجه عظمه معلش عشان الاستعجال عايز اخلص لكم الفايل ده النهارده عشان الناس مستعجله قوي على المسجات. طيب نجمع تاني يبقى دي 15 روت 2 واجمع الاعداد بقى عندي 18 و 9 ادي 27 ماينس 1 يبقى 26 وبلس 4 تبقى 30 يبقى بلس 30 اكتر واحده هي عموما ما فيش واحده بس هي فيها 15 اصلا يبقى هي دي 4 والكلام ده ماشي ال 16 هي 4 سكويرد طبعا مش لازم ابريمها دي طالما كله ب 4 سهله ماشي يبقى دي الباور بتاعت ال 4 هنا والباور بتاعت ال 16 دي هخليها 16 ايه على هيئه 4 سكويرد يعني فيبقى كده ان 2 اكس بلس 4 هي مين؟ ال 2 يعني كده جبنا ان 2 اكس بنيجاتيف 2 يعني اكس بنيجاتيف 1 اكس بنيجاتيف 1 هو عايز 4 باور 3 اكس يعني عايز 4 باور نيجاتيف 3 يعني عايز يقلب ال 4 باور 3 4 باور 3 اصلا يعني 4 تايمز 4 تايمز 4 دي ب 64 لما تتقلب تبقى 1 اوفر 64 طيب دي اكبر من 0 ودي اقل من 0 يبقى ال 0 في النص يبقى بي بلس سي فين؟ عايز اعرف بي بلس سي. طيب يا جماعه بصوا هعمل ايه؟ هكتب الاولانيه ان ايه بلس بي جريتر ذان زيرو هنا تحتها هعمل دي تايمز نيجاتيف عشان تبقى جريتر ذان زيرو برضه. لما تعملها تايمز نيجاتيف تبقى النيجاتيف ايه بلس سي مش كده؟ ليه بعملها تايمز نيجاتيف؟ لان انا عايز اعمل اد الاثنين انيكواليتي، ادنج الانيكواليتي مشروط ان الاتجاه هنا وهنا يكون زي بعض. يعني بجمع الكبار مع بعض والصغيرين مع بعض، لما تجمع الكبار مع بعض وفي الحاله دي كده هتلاقي الاي والنيجاتيف ايه راحت يبقى لك بي بلس سي وجريتر ذان زيرو دي الصح. فبي بلس سي مالها؟ اكيد از جريتر ذان زيرو. طب جريتر ذان زيرو مين فيهم؟ في اثنين جريتر ذان زيرو هنا. هي مش دي ولا دي. طيب الاي بقى اكبر ولا السي؟ طبعا دي سهله من هنا ودي يا عم السي هناك هتبقى ايه الناحيه دي ليس ذان سي. فطالما ايه ليس ذان سي وهي البي بلس سي جريتر ذان زيرو يبقى مين؟ بي. نمبر 11 بيقول لي وات از ذا سكوير اوف ذا اوردينيت عارفين يعني ايه اوردينيت قلنا اللي هي الواي بتاعت الفيرتكس ها الابسيسه للاكس بتاعت اي بوينت يعني مش لازم الفيرتكس فهو انا عايز الواي بتاعت الفيرتكس بتاع الجراف ده طيب يعني ايه نجيب الاكس الاول اللي هي الابسيسه اللي هي مين؟ نيجاتيف بي اوفر 2a طيب يعني يعني ايه نيجاتيف بي؟ يعني نيجاتيف 6 و2a يعني 6 يعني تبقى نيجاتيف 1 يبقى الواي بكام؟ اجيب بقى اف اوف نيجاتيف 1 تبقى 3 ماينس 6 يعني كام؟ نيجاتيف 3 هو عايز ايه؟ مفيش نيجاتيف 3 طبعا هو عايز ذا سكوير اوف ذا اوردر السكوير بتاع الكلام ده يبقى نيجاتيف 3 تعملها سكوير تطلع كام؟ 9 تبقى الاجابه دي كلمه ذا سكوير دي توقع اي حد نخلي بالنا يا ريت which of the systems of equations below is being represented in the graph above طيب عندنا ايه؟ عندنا لاين بسلوب 1 واضح جدا السلوب هم هنا مرسومين
اللي هي دي معدية عند y intercept ب 1. لو y ب 0 x ب 1 لا ما تمشيش دي. لو y ب 0 x ب 1 يا جماعة, لو y ب 0 x ب 1 فدي لا, انا عايز y ب 0 x ب نيجاتيف 1, فاول واحدة مش صح. دي تمشي طبعا دي ودي, يبقى دي كمان مش صح. طب نشوف مين فيهم ايه الثانية مظبوطة. ليه بقول دي تمشي يا جماعة؟ لأن واضح إن هي جدا معدية على ايه, لو y ب 0 x ب 1 ولو x ب 0 y ب 1 تمام. لو y ب 0 x ب نيجاتيف 1 ولا x ب 0 y بايه؟ ب 1. فدي صح ودي صح. جربوا كده. هتحط y ب 0 هنا في نمبر بي, هنخلي ال y ب 0 وال x ب 1 تطلع مظبوطة. ال x ب نيجاتيف 1 اسف تطلع مظبوطة, لو خليت ال y هي اللي ب 1 وال x ب 0 تطلع مظبوطة. طيب المهم لحد دلوقتي الاثنين دولت اللي هي دي واللي تحت خالص دي مظبوطين على اللاين اللي جاي كده ده تمام. تعال نشوف اللاين الثاني. اللاين الثاني اهم مميزاته ان لو الواي ب 0 اسف لو الاكس ب 0 والواي ب 2 اللي هي البوينت دي اكس ب 0 واي ب 2 والبوينت دي اكس ب 4 والواي ب 0. طيب الكلام ده موجود بقى في اول واحده في بي ولا في الاخيره؟ تعال نشوف كده نعوض ب 0 و 2 في بي. هتقول الاكس ب 0 والواي ب 2 تمشي مظبوطه, الاخيره مش مظبوطه, يبقى الاجابه ايه؟ 12 بي مظبوطه. بنجرب بالنقط اللي هي الاكس انترسبت والواي انترسبت اسرع حاجه ماشي. طيب نمبر 16 بيقول لي وات از ذا فاليو اوف الكلام ده اف اف اوف اكس ايكوال كذا اند جي اوف اكس ايكوال كذا. هو عايز ايه بقى؟ عايز اف اوف جي اوف اف اوف 1. ده كده دي النستد خالص اف اوف 1 دي. هنجيب اف اوف 1 اول واحده, اف اوف 1 تبقى 2 ماينس 3 بنيجاتيف 1. تاني خطوه بقى اجيب دي اللي هي جي اوف اللي طلع لك اللي هو نيجاتيف 1, جي اوف اف اوف 1. جي اوف نيجاتيف 1 هنعوض في الجي تبقى نيجاتيف 4 بلس 3 بلس 1 اسف تبقى بكام دي؟ لو بلس 1 تبقى نيجاتيف 3. اخر خطوه بقى نجيب اف اوف اللي طلع لي خالص خالص ماينس ده اللي هو نيجاتيف 3. اف اوف نيجاتيف 3 يبقى تعوض على الاكس بنيجاتيف 3. شايف فانكشن جوه فانكشن جوه فانكشن بيعمل فينا كده ليه؟ ما اعرفش. 9 تايمز 2 18, 18 ماينس 3 بكام؟ ب 15 وتبقى الاجابه دي. ماشي. What number increased by 5 is equal to twice the same number minus 3. ايه العدد لما زوده 5 يبقى equal twice نفس العدد minus 3. فثاني العدد ده x مثلا هزوده 5 يبقى اسمه 5 بلس x. بعد ما يزيد 5 يبقى equal ل 2x بس ناقصين 3. بقت equation هبله قوي. هنجيب الاكس مع الاكس يبقى هنا اكس وهنا 8 يبقى العدد 8 سهله جدا تبقى دي. نمبر 15 يقول لي وات از ذا از تريبل ذا سكوير روت اوف ذا ديسكريمينانت اوف ذا ايكويشن. يعني همسك السكوير روت بتاع الديسكريمينانت وبعدين اعمله تايمز 3 تريبل مش باور 3 تريبل يعني تايمز 3. طب مين هو الديسكريمينانت؟ فين الايكويشن اصلا؟ تعال نكتب الايكويشن 4x squared minus 5 times x plus 3 what is 6 هناك plus 6 equals 0 تمام. نفكها كده يعني 4x squared minus 5x minus 15 plus 6 equals 0 يبقى 4x squared minus 5x minus 9 equals 0. الديسكريمينانت الديسكريمينانت بيكتبوه ساعات دي كابيتال او دلتا على حسب اللي هو b squared minus 4ac. يعني ايه ده؟ b squared هنا ب 25 minus 4 times 4 times a negative 9 بكام دي؟ يعني 25 plus 144 اعتقد اللي هي 16 times 9. طبعا ما عادش كالكوليتر ممكن تعملها ايه؟ في اي مكان يعني 16 times 9 مش قضيه. طيب لو جمعنا ده يبقى عندنا 3 plus 5 ب 9 وهنا 6 وهنا 169. طبعا السكوير روت بتاعها مشهور هو 13. يبقى عندي تريبل السكوير روت بتاع ايه؟ بتاع 169 اللي هو 3 تايمز 13. و 3 تايمز 13 تطلع كام يا باشمهندسين؟ تطلع 39. ماشي. اللي بعدها 16 given that كذا equal كذا يعني مذهب ما شاء الله الايكويشن بالمتر. What is the value of B C plus A where A and B و C كلهم real. هو عايز ال B C تايمز بعض وبعدين A والاثنين ايكوال. طب معنى الاثنين ايكوال دي ممكن ان انا ايه
اقارن. يعني ايه اقارن؟ يعني اخد اكس سكويرد من هنا اسويها باكس سكويرد من هنا. اوكي؟ واخد الاكس من هنا بالاكس من هنا، كده عرفت الايه خلاص. واخد الكونستانت اللي ما فيهوش اكس مع الكونستانت اللي ما فيهوش اكس، فهو ثلاثة ايكويشن. تعال نكتبهم كده. يبقى اول واحده بتقول ان 2 ايكوال 2 بي ماينس 1، كده جبت ان البي ب 3 اوفر 2. ادي واحده. الثانية ان الـ A equals 7، شكرا 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 الـ A ب 7. الأخيرة ان الـ 4C minus 1 هي الـ C plus 1. جمع السيهات مع بعض والونات مع بعض يبقى السي بكام؟ ب 2 over 3. هو عايز ايه؟ عايز B times C، B times C دي ب 1، حلو جدا. BC وعايز تزود لها ايه؟ فالـ BC دي ب 1 والـ A بكام؟ ب 7، يعني مجموعهم كلهم كام؟ 8. يبقى الإجابة ايه؟ كويس، ما تعدش فراكشنات وحاجات وحبشتها كمان. السؤال ده برضه كنا كتبنا حاجه شبهه، بس طبعا الرسمه اللي فاتت كانت ريكتانجل، اللي كان جابها لي جابها كده. دي حاجه مختلفه خالص. بيقول لك وات ذا فاليو اوف اي دي سكويرد ودي سي بس. طيب انا اللي ملاحظه ان دي سي ده سهل، لو هي دي ونات يعني دي سي ده سهل ليه؟ لان ده 3 ده 4 شايفينه؟ لو مش شايفينها من جوه ممكن تشوفها من بره. يعني ايه؟ ادي كده ده 3 وده 4 تمام وده رايت انجلي. طالما 3 4 يبقى ده كام؟ 5. فدي 5 عرفنا حته. ايه دي بقى؟ ايه دي قصه؟ تعال نجيبهم بره برضه في الوسعه كده. ده كام وده كام؟ ده 2. عد كده معايا 1 2 3 4 5 6 7. يبقى اقدر اجيب ده ولا ما اقدرش؟ اقدر. هيبقى ايه؟ روت 4 بلس 49، يعني روت بكام 4 و 49؟ يعني 53. لما تعملها سكوير تبقى 53 من غير روت بقى. دي بلس دي تطلع مين؟ تطلع دي. ماشي؟ يبقى اجيب اللينس بتاع السايد ده اهو طلع بكام بده، والتاني اللي هو مين؟ الفندي ده طلع ب 5 وخلصت. نجمع ده بلس ده وخلاص. ده سكوير بلس ده، عشان كده هو عامل سكوير عشان يطير الروت ده. طيب اللي بعدها what is the sum of the slope of AB؟ فين AB ده؟ AB اهو سلوبه. اتفقنا السلوب بيتجاب ازاي؟ عايزه بره ده 4 وده 3 اهو، بس بالنيجاتيف. ها فالسلوب بتاع ده نيجاتيف 4 اوفر 3 نيجاتيف. عايزه ليه نيجاتيف؟ عشان نازل، قلنا نازل اللي كده نازل يبقى سلوبه نيجاتيف. And the slope of the line perpendicular لل AC، فين AC؟ AC برضه عندي بوينت هنا سهل اهي، وبوينت هنا سهله، فممكن اجيب السلوب كده. كام اوفر كام ده؟ 1 ودي 1 2 3 4 5. ده 1 اوفر 5 تمام؟ فال 1 اوفر 5 ده لما اقول لك بيربنديكلر عليه يبقى نيجاتيف 5 بس. هو عايز ايه بقى؟ السم بتاع السلوب بتاع ده اللي هو نيجاتيف 4 اوفر 3 بلس البيربنديكلر اللي هو نيجاتيف ايه؟ ده نيجاتيف 1 اوفر 5 والثاني بوزيتيف سوري. بلس ال 5 تمام؟ بربنديكلر عليه طبعا هيبقى سلوبه بوست، لانه ده اصلا سلوبه نيجاتيف اللي هو الاي سي. طيب نجمع دول ازاي بقى؟ ما عنديش كالكوليتر لسه، فخلي دي زي ما هي وخلي ال 5 دي خليها 15 اوفر 3. يبقى لما نجمع فوق تطلع 11 وتحت ايه؟ 3 وتبقى الاجابه بي. انترستنج. يعني سكيل ان انت تجيب السلوب على طول من الرسمه بدل ما تشتغل بالبوينتات مهمه، جت كذا مره في الامتحان واكيد جايه لك ان شاء الله المره الجايه. هم حبوها. What is the smallest value of the range؟ أو طيب دي أقصر value في الرينج اللي هي الواي بتاعت الفيرتكس أكيد. لأن ده باصص لفوق كده عشان الإكس سكوير بالبص، فأقل value تحت هي الإيه؟ يعني عايز الأوردينيت، يعني سؤال مكرر يعتبر، عايز الأوردينيت تاني، هو ده أصغر value. فعشان تجيب الأوردينيت زي ما عملنا في السؤال من شوية، نجرب بي أوفر 2A الأول اللي هي الإكسات بكام؟ نجرب بي يعني 2A يعني كام؟ 8. يعني ده 1 اوفر 4، وبعدين تعوض بيها تطلع الاجابه. يبقى انا عايز اف اوف 1 اوفر 4. اف اوف 1 اوفر 4 شيل كل اكس ونحط مكانها ايه؟ 1 اوفر 4. ومعكش زفت كالكليتر. يا دي النيله، في حسابات كتير ده من غير كالكليتر السكشن ده. يعني مور ذان اكسبكتد. فده 4 تايمز 1 اوفر 4 يعني 4 اوفر 16. ماينس 1 2 اوفر 4 يعني هاف بلس 1. طب دي ربع، ربع ماينس كورتر يعني نيجاتيف كورتر، وان تطلع 3 كورترز كلها. ف 3 كورترز هنا اللي هي السي. ماشي؟ دي ربع ها؟ ودي هاف ودي 1، خليها كلها اوفر 4 لو بتحب.
1 over 4 ودي 2 over 4 وده 4 over 4 سهلة كده؟ فكله over 4 عندك ايه بقى فوق 4 minus 2 plus 1 تطلع 3 4 minus 2 2 plus 1 ب 3 كتير شغل الوزاوت كالكليتر شوية معلش بس سهلين مش مستحيلين يعني اللي جاية بيقول لي half pi radian is how much degree اللي عرفه أنا أن الباي بكام ب 180 فالباي over 5 تبقى بكام فبعمل ده تايمز ده اوفر ده فلما اقول باي اوفر 5 تايمز 180 اوفر باي كان الباي راحت مع الباي يعني فكانك تعمل 180 ديفايد باي 5 180 ديفايد باي 5 بكام بقى؟ 36 عشان 18 ديفايد باي 5 ب 3 يبقى معايا 3 تتحط جنب الزيرو 30 ديفايد باي 5 ب 6 والاجابه تبقى نمبر 2068 طيب مع السكشن الباقي with using calculator. السكشن اللي فات كان الكالكيتور فيه مش عارف needed شويه. ده هنا خلاص الكالكيتور معانا ونبدا بسم الله. اللهم استعان. يقول لي given the two inequalities d and d what is the greatest possible integer for a for x؟ اكبر integer ممكن ل x اجيبه ازاي ده؟ فلازم احل كل واحده لوحدها. اول واحده دي بتقول ان 3x تبقى greater than اودي ال 1 هناك تبقى 7. وبعدين يبقى x greater than 7 over 3 طبعا or equal احنا بنتكلم على integer طبعا 7 over 3 دي كانها 2 وحته عشان 6 over 3 ب 2 دي 2 1 3 يبقى دي بتبدا من 3 وطالع لو بنتكلم على integers طب نشوف الثانيه كده ادي 4x minus 1 less than هنفك تبقى 3x plus 9 هات الاكس مع الاكس وادي دي هناك واضح ان هي تبقى x less than 10 سهله نوعا ما كده انا فهمت ان الاكس بتوين ال 10 وبتوين اور ايكوال ال 2 اند 1 ثيرد هو عايز اكبر بوسيبل انتجر يبقى الاجابه ايه؟ نمبر سي اوكي شوف اللي بعدها ان ذا اكس واي بلان لاين ام باسس ثرو ذا بوينت كذا وبربنديكولار على اللاين ان اللي هو باص السوق كذا عند كذا يبقى ان هو الممسوك بقى عنده بوينتين فنشتغل على بوينتين بتوع اللاين ان الثاني ده اللي هو دي ودي هنجيب منهم السلوب بتاع ان يبقى سلوب ان بكام؟ هو بقى 7 ماينس 3 و4 ماينس نيجاتيف 2 يعني 4 بلس 2 يعني 4 اوفر 6 يعني 2 ثيرد تمام؟ which is the following represents the equation of the line m طب احنا دلوقتي جبنا السلوب اساله بقى كلمه بيربنديكولار اعرف السلوب الثاني فهمسك ده هقلبه واقلب اشارته يبقى ده بيربنديكولار على نيجاتيف 3 يبقى كام؟ اوفر 2 في 2 هنا بنيجاتيف 3 اوفر 2 2 ينفعوا إيه هختار بقى لما تعوض بتطلع 5 لو عوضت ب 2 في اول واحده تطلع نيجاتيف 3 بلس 8 ب 5 يبقى هي ايه؟ لو عوضنا في الثانيه طبعا مالهاش دعوه ب 5 خالص تطلع نيجاتيف كتير كده ماشي بس لو بوينت خلصوا a company for renting cars published on their websites a summary of the amount they won during the past few years from renting cars and the flux تمام دي years ودي ال amount won ودي ال amount won in dollar for renting trucks دي cars ودي trucks عملنا السؤال ده برضه في الريفيجن what is the sum of the averages of the amounts won of renting cars and the trucks during the year كذا. هو عايز يجمع الايه؟ من 17 لحد 20 بس خلي بالنا من 17 ل 20 بس. فانا هجمع الاربع سنين دول ديفايدد باي 4 واشوف الافرج كام. واجمع برضه الاربعه دول واعمل ديفايدد باي 4 واشوف الافرج كام وبعدين اعمل ايه؟ اعمل صم للاثنين افريج يعني هو سؤال ايه سهره مع الكالكوليتر طويل قوي الشغل على الكالكوليتر طيب هنعمل ايه تاني يا جماعه؟ هنجمع الاربعه الاولانيين اللي هم اول واحده دي ونجيب لها افريج وبعدين التانيين ونجيب لهم افريج وبعدين نجمع الافريجين اوكي؟ طيب الله المستعان اول واحده ايه؟ 14899.9 plus 13899.5 plus 12003.4 plus عايزه واحد ايه؟ تايبست يعني ماشي 0.1 وكل ده اوفر كام؟ هم اربع سنين
هوبفلي ما يكونش عكنا في الكتابة. ونطلع الإجابة إيه؟ 13698 بوينت كذا. نكتبها دي 13698 بوينت أي حاجة مش مشكلة بوينت كام. طيب نجيب الثانية بنفس الأسلوب الجميل ده. هنكتب إيه برضو آخر أربع سنين ها؟ 8052.5 plus 8599.5 all برضو over A 4 سنين over 4 تطلع بكام المرة دي؟ تطلع ب 8411. طيب ال 8411 لما نجمعها مع دي تطلع 9 0 وكاري 1 تبقى 1 وهنا تبقى ايه 2 وهنا 2 يبقى 2219 دي عملتها بايدي دي مش مشكله تبقى سي. طبعا شغل كتير بس اخر اربع سنين. اوكي نكمل اللي بعدها. What is the percentage increase of the amount 1 for renting trucks من 15 ل 17؟ بيتكلم هنا على ايه؟ على التراكس بس ها؟ اللي هي التراكس دي بس تاني عمود بس. من سنة كذا لكذا اللي هما كان كام بقى؟ في سنة 15 كان هذا الرقم وسنة 17 كان هذا. طيب يبقى هنشوف الزيادة هنا كام برسنت. فزي ما متعود بقى ايه؟ بكتب ده هنا واقول هيبقى كذا. يبقى لو 100 كان هيبقى كام؟ واشوف الزيادة كانت ايه؟ أنا فاكر كانت باين 2.05. من المرة اللي فاتت بس نحسبها برضه نحسب. هنعمل ايه؟ هنعمل 100 times 80 50.2 و divided by مين قلنا 7.38.3. ف لا دي times دي عامل حاجة divided سوري تطلع فعلا 102.05 فالإجابة تبقى سي. اوكي يبقى هي زادت عن الايه عن ال 100 ب 2.05. طبعا مهم قوي تحسبها بالكالكيتور عشان في 2.01 فاي هفوه هتضيع السؤال منك. طب this company has only one employee who works for كذا per month in which year was his company unable to pay his full wage from the amount won from renting trucks and cars and trucks. فما يقدروش يدفعوا مرتبه امتى؟ طبعا ده ده بير يير اللي هو الجدول ده كله بير يير فيو ييرز فكل رقم منهم لسنه معينه. وهو بياخد مرتبه ده بالشهر لازم اعرف مرتبه في السنه كام. فاول حاجه هعمل 650 تايمز 12 هتشوف الرقم ده كام. تمام؟ ف 650 تايمز 12 تطلع كام؟ تطلع 19800. طيب 19800 دي انهي سنه ما طلعش مجموع الاثنين معدي دي؟ فواضح اول سنه كانوا فقراء قوي يعني ما كملتش 18 اساسا. يبقى 15 دي ما يقدروش يدفعوا السالري بتاع الراجل ده. اوكي؟ انما بعد كده المجاميع معديه 18 مرتاح او 19 يعني قرب ال 20 كلها. اوكي ماشي. امينه has a bag of 6 black balls and 4 green balls وهمد has a bag of 3 black balls and 5 green. if one ball is thrown from each bag خدنا كوره من هنا وكوره من هنا يعني كورتين. ايه probability that one is black and the other is green؟ قلنا هنحسب ان ايه ان الاولى من الشنطه دي بلاك والثانيه هي اللي جرين او العكس او دي يعني بلس. يعني هتحسب بلاك من الاولى وجرين من الثانيه بلس جرين من الاولى وبلاك من الثانيه. تمام ده probability. فانك تكون بلاك طبعا اول شنطه فيها 10 كور 4 و6 فانك تكون بلاك ب 6 على 10 جرين من الثانيه اللي فيها 3 و5 انها تطلع جرين 5 من 8. وبعدين العكس بقى ان جرين في الاولى هي اللي 4 اوفر 10 وبلاك من الثانيه الثانيه فيها 3 بلاك من 8. تمام؟ برضه عملناها المره اللي فاتت دي ما اعتقدش في فرق. تحت 80 فوق عندي 30 بلس كام؟ 12 يعني 42 اوفر 80. فنحسبها كالكريتور دي
42 divided by 80. تطلع 21 over 40 يعني 0.525 ليا دي. ماشي. هي معظم السكشن ده كان اتعمل في الريفيجن في الفايل الثاني بس هنعمله بقى عشان يبقى على بعضه. Which of the following ordered pairs satisfy both inequalities ده and ده قلنا بنعوض هنا اسهل حاجه. فتعال نمسك 0 و 3 كده نعوض بيها في الاولانيه ما بايظه ما تنفعش في الاولانيه ما ينفعش اقول 9 less than 8 فده غلط. طب 1 و 2 شغاله في الاولانيه كويس معقوله تطلع 8 بالظبط. طب شوف الثانيه لو 1 و 2 تطلع اكبر من 9 لا. طب 1 ونيجيف 2 في الاولانيه ما فيهاش مشكله طب في الثانيه هتبقى لا برضه يبقى اكيد اخر واحده بقى. اخر واحده اللي فاضله. طب نجربها برضه. 1 ماينس ده اكيد اقل من 8 طب 1 بلس يعني تبقى 2 بلس 9 اكيد اكبر من 9 تبقى تمشي دي في الكل. زي الفل. جرب بس يعني احسبها بس. معاك كالكليتور طبعا. طيب عندي انا 30 وعندي 40 فاقدر اجيب الانجل دي طبعا 140 اقدر اجيب الانجل دي كده تبقى دي 5 بس ماشي ودي تبقى 50 بس يعني لو حبيته. وعايز ايه هنا؟ اكيد مش عايز انجلز يعني بس انا قلت اكتبهم. مديني اي سي ب 10 وعايز وات از ذا لينث اوف اي بي؟ اي بي اللي هو الايه التحتاني ده عايز اللينث بتاعه فهنعمل كوزاين رول بقى ولا ساين رول. ده سميه اكس يبقى اكس اوفر الاوبزيت انجل اللي هي 5 حول اكس اوفر ساين 5 ايكوال 10 اوفر ساين 140 ونحسبها. يبقى دي 10 ساين 5 اوفر ساين ايه 140 ونشوف الكالكليتر هيقول لنا ايه. طبعا ميك شور وانت بتحسب الحاجات دي ان الكالكليتر بتاعك يكون مظبوط على الديجري لان هو مديك الانجلز بالديجري. يلا بينا 10 ساين 50 ساين 5 اسف اوفر ساين 140 يلا بينا يا راجل اوفر يا راجل ما سمعتش بقول لك اوفر يعني انا قلت اوفر بصوت عالي انت المفروض تنزل تحت لوحدك ساين 140 هاو ماتش تطلع ب 1.355 تبقى الاجابه ايه اول واحده انترستنج اللي بعدها during the final game of UEFA Euro 2020 between Italy and England, قد كده fans attend the game Wembley Stadium in London, England. ماشي. Assuming that the ratio of adult to children attending كانت تقريبا 13 to 6, which of the following numbers represent approximately the number of children who attend? والله ال adult 13, the children كانوا 6. يبقى كل المعازيم كل اللي حضروا 19 لازم ادخلهم ليه؟ لان هو اداني ده جيفن قلنا لما يديك التوتال جيفن او ريكوايرد لازم تكتبه في الريشيو يبقى الريشيو ثلاثيه كده وهو عايز تو اكسبكت النمبر اوف تشيلدرن يبقى تعمل داتا مز دوبر ده وتختار اقل حاجه لانه قال لك ابروكسيميت مش هيطلع اكزاكت نمبر يعني لو عشان ما تتفاجئش بل اللي هيطلع بكده مش هيكون بالظبط ماشي ونحسب تاني يبقى اعمل ايه بقى الرقم الحلو ده 6 7 173 times 6 divided by 19 تطلع 2122 اقرب حاجه طبعا واضح ان هي اي ظريفه جدا ماشي طيب نمبر 10 بيقول لي what is the solution for the x for x in d فاكرين دي لما كانت موجوده في الامتحان فيها روت ومش روت وكلام من ده وقلنا دي مكتوبه اكس ماينس 2 طلعناها كده فهو غير السؤال خالص يعني طلعت بالخطا ماشي هنعمل ايه طالما هي ايزوليتد اوريدي ممكن نعملها بشكل صلب ونخلص طالما الموضوع فيه كالكليتر او نعمل سكوير شمال ويمين يبقى 4 ايكوال 2 اكس ماينس 3 يبقى 2 اكس ب 7 يبقى الاكس طبعا بايه ب 3.5 فالسؤال طبعا كده اتنسف يعني بقى عبيط قوي تمام نيجي اللي بعدها هنا عندي يقول لي the scatter plot below shows how many phones were sold by a company during a period of 7 months the line of best fit represents the scatter plot باصص على البوينت دي ودي اللي هي اول واحده تقريبا واخر واحده هو قاريهم لك يعني اللي هي 7 اللي هي فوق ال 7 شايفين ال 7 فين طيب يقول لي given the abscissa عارفين يعني ايه abscissa الabscissa 0 دي اللي هي اول بوينت يعني مالها
دي بيجينينج جينيوري، بدا جينيوري مش 1 بقى جينيوري، جينيوري هنا شهر 0 فيبقى فبراير شهر 1، مارش هو 2، وبعدين ايه ابريل، وبعدين ماي، جون، جولاي، ها اوغست، وبعدين سبتمبر. اوكي اي 1 2 3 4 5 6 7. وطبعا ما فيش سبتمبر ما فيهوش نقطه اصلا، عشان كده هو قال لك 7 شهور بيريد بس من بدايه ده لبدايه ده. طيب نيجي بقى لل اول واحده بيقول لي the largest increase in number of phones اتباعت من beginning of May لbeginning of June. اين هي beginning of May؟ beginning of May اللي هي البوينت دي. فين بقى beginning of June؟ June اللي هي البوينت اللي فوق شايفها، فطبعا ده من تحت لفوق قوي، اما اللي في النص دي اسمها middle of June، دي بين البنين يعني. تمام، فيبقى اول واحده شور صحيحه ما فيهاش مشكله. ثاني واحده بقول لك most of the phones sold in the first quarter of the year. لا، لان الفيرست كوارتر اوف ذا يير ده اقل حته في اللاين هنا، اللي بعد كده اعلى كلهم، حتى اللاين بستوب بوست، فاكيد مع الوقت بيزيد المبيعات مش بتقل، فانا مش مع نمبر 2 اكيد. طيب اللي جايه بقى غريبه اكتر، بيقول لي ايه the number of phones sold in the mid January. mid January اللي هي البوينت دي، عشان ايه قبل فبراير ما يجي في النص يعني، mid January is equivalent to the number of phones sold in the mid of a June. فين mid June؟ جون اهو، mid June اللي هي دي. ايه رايك في القرايتين دولت؟ القرايه بتاعت دي ودي قد بعض ولا لا؟ يعني horizontally قد بعض، شايف كده؟ اه ده بالظبط، يبقى هي equivalent تمشي هنا، يبقى نمبر سي دي صح، يبقى 3 صح و1 صح، فالاجابه سي. طريقه قرايته غريبه شويه عشان في ميد وبيجيننج وجون بادئ، ولا جنيوري بادئ من زيرو، يعني محتاجه ارهاق. نمبر 12 بيقول لي what is the average increase in the number of phones sold. الافرج انكريز هنا المقصود بالايه؟ بالاسلوب. اجيب الاسلوب ازاي؟ حذر فذر، ها من هنا اكش دعوه بالرسمه، هو اداك بوينتين استخدمهم، ده الافرج انكريز، ده الافرج يعني، ده الافرج اوف تشينج بالظبط. يبقى اقول ايه 112.7 ماينس 105 اوفر 7 ماينس 0 بس، ونحسب الكلام. وسع يا عم. 112.7 ماينس 105 كلها اوفر كام؟ اوفر 7. How much? 11 over 10 يعني 1.1، تبقى الإجابة إيه؟ دي سهلة دي بالنسبة للي فاتت قوي، على نفس الرسمة طبعا. طيب السؤال ده برضه أعتقد عملناه. إكس كيوب بلس إكس بلس 1، أول حاجة أنا عندي الـ Y intercept ب 1 مش بنيجاتيف 1، فبالتالي دي غلط، بيبان قوي من دي، واليمين فوق كلهم يمينهم فوق، وإكس كيوب بلس إكس بلس 1 ما أقدرش كده إيه يعني، البوينت اوف سيمتري ممكن نستخدمها. البوينت اوف سيمتري يا جماعه عامله زي البيرتكس، فاكرين البيرتكس اللي كانت نيجاتيف بي اوفر 2 اي؟ كانت فين؟ نيجاتيف بي اوفر 2 اي، مش كده؟ ده في الكوادراتيك، دي كيوبيك، فالبوينت اوف سيمتري هنا نيجاتيف بي اوفر 3 اي. دي فين؟ دي نيجاتيف بي اوفر 3 اي، يعني نيجاتيف 1 اوفر 3. تمام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3، لان لا البي اصلا بزيرو هنا، ما فيش بي، بي بزيرو، يبقى عند الزيرو، فدي سيمتريك عند الزيرو. زيرو كام؟ طبعا لو عوضت تطلع 0 1 بالاكس بتاعتها، عوضت تطلع 0 1، فالسيمتريك عند 0 1 مش دي، دي بوينت اوف سيمتري بتاعتها هنا اهو تقريبا، فدي لا، فهي يا الاخيره يا الاولى. طيب اعرفها منين بقى؟ هنجيب كمان بوينت لما تعوض 1 هنا، تطلع 1 1 ولا 1 و3؟ ايه رايك؟ لا 1 و3 عوض هنا ب 1 تطلع 1 و3، يبقى الاجابه دي اكيد سي. هنا من غير جرافيك كالكيتر وبتاع يعني، وعلى فكره جرافيك كالكيتر طبعا قالها وده حتى قالوها في النشره النهارده رسمي. بس يعني مش محتاجاه. وات از ذا رينج؟ عملناها المره اللي فاتت دي، الرينج بتاع دي مفيش حاجه، كنت شاكك ان دي فيها بلس ولا ماينس هنا، بس هي كويشن مارك بس.
طيب كده سليمه زي ما كنا رسمناها المره اللي فاتت لو فاكرين الرسمه كنا جينا عند الاكس ايكوال نيجاتيف 2 ده وعملنا ايه فيرتيكال لاين كده ده اسيمتوت وقلت الرسمه هتبقى ماشيه كده وماشيه كده تمام فكل الرينج بقى كل حاجه بتطلع ما عدا مين ما عدا الهوريزونتال اللي هو اللي عند الزيرو ده ده مش صوره حد ده اسيمتوت هوريزونتال مش صوره لحد يبقى الزيرو ما بيطلعش في الرينج هو بيسال على الرينج فالزيرو مش موجود يبقى الاجابه بي اوكي ايه فيها الزيرو طبعا هنا بيلعب على الايه على الدومين الدومين ما فيهوش التو ده الدومين ده انا مش عايز الدومين انا عايز الايه الرينج ده الرينج تمام اللي ما فيهوش الزيرو يبقى الدومين كل حاجه ما عدا النيجاتيف 2 والرينج كل حاجه ما عدا الزيرو وانا عايز الرينج اوكي ندينا جراف هو ده كان ملون والله مش عارف انا لما صبغته كده اتميل المهم احتمال اشيل الالوان دي تاني بيقول لي the pie chart above shows the results of a survey that asked 1420 طب معلش انا هشيل الالوان معلش من ده عشان بس تبقى الاجابه ايه واضح ان هنستخدم نستخدم الوضع كده نورت احسن معلش هي اللون التاني كلاسيك كده عجبني بس ده احسن نشوف تاني البنانة هي الزرقاء بقى بان كل واحدة فين هنا طيب the pie chart above shows the results of a survey that asked 1420 students in the school about their favorite fruit how many students like mango more than any other fruit المانجو اللي هي الايه البيربل هنا شايفين المانجو ده المانجو ده الاورنج ولا لا الاخضر بقى سوري ما اسف مش عارف عليه بيربل الاخضر اللي هو المانجو ده اللي هو ده هذول كام 17.6% ها ف 17.6% من ال 1420 ده عدد البني ادمين اللي يختاروا المانجو تعالى نشوف العدد ده كام هو كاتب ايه جاد سيت الابل كمان بس شوف المانجو الاول نعمل 17.6 divided 100 وبعدين تايمز ايه 1420 how much 250 فعلا فالاجابه هتكون يا ايه يا بي بس ما اقدرش احددها الا لما نقرا بقيه السؤال بقى and approximately how many more students said apple more يعني اكتر من 250 بقد ايه يعني 250 محبه عايز الحبه دول اللي اختاروا ابل الابل اللي هي لونها احمر هنا اللي هي 21.5 فهنحسبها برضه نفس الطريقه بقى 21.5 divided 100 تايمز برضه نفس الايه الكلام ده يطلع كام ده يطلع 305 اكتر من 250 ولا ايه how many more students say apple than fruit than they said orange يا لهوي ده بيقلها بالاورنج طب الاورنج كام؟ الاورنج 13 طب ما بدل ما نعملها كده يعني ممكن نحسبها دي ما ننزلها على طول يعني ايه اجيب الابل الابل عندك كام هنا؟ الابل 21.5 شيل منها الاورنج على طول اللي هي 13.2 هي دي الريش اعملها بقى ديفايدد 100 تايمز ال 1420 يطلع الفرق بتاع الاورنج كام؟ يطلع الفرق كام؟ يطلع 117 او 18 يبقى اللي فيها 250 و117 او 18 هي واضحه جدا كده انها دي. ماشي؟ يبقى في 250 المانجو اللي هي دي والفرق الثاني ها لما جبنا الابل الابل ماينس الاورنج ده الابل وده الاورنج. اوكي؟ ما اعرفش الاورنج ليه مش عامله اورنج ما كان عملها 14 اوقع. المهم تبقى الاجابه بي. تمام؟ فيها لفه ودوران شويه دي. ماشي. طيب اللي بعدها 16 بيقول لي citrus tree are fruit trees that required wet roots. These tree need a careful attention summarized by an excellent drainage and sandy soil. Adnan has a land in a village in Egypt. He decided to start a project of planting 205 من الأشجار دي in it.
and getting farmer to manage the land. طيب. He got each tree 472 جاب الشجيرات الصغيرة يعني وجاب الفارمر ده هياخد 100 to plant each tree ده 100 على الشجرة طبعا هم 205 شوف بقى 100 قدره in addition بيدفع كمان حوالي 4000 جنيه per month to manage per month to manage the land. طب how much will Adnan pay during the first year؟ خلال أول سنة هيدفع ثمن الشجرة اللي هو 205 شجرة كل شجرة ثمنها 172 بلس المصنعية 100 جنيه لكل شجرة برضه تعمل 205 يبقى كده تكلفة الشجر والمصنعية وكمان هيدفع ال 3994 دي كل شهر يعني في السنة 12 مرة يبقى عندي ثلاث أجزاء للتكلفة يا شيخ ها بس احسبهم وخلاص كالكليتور طبعا يبقى هعمل ايه 205 تايمز 172 بلس 205 تايمز 100 حط لها صفرين وخلاص بلس 3994 تايمز 12 هاو ماتش تطلع من 60 اول واحده ايه اول واحده تمام مجرد بس تحسب الحسبه دي وخلاص ما فيهاش اختراعات ثانيه طيب سانتا كارلا كاوني is the sixth most populous county in California. Used a United States of America. يا راجل كل ده طيب with a decade of million people were living there in 2019. If this number was decreased by 7%, the next year due to people who died or left the country or the county and 4% population was added again in the population after Kaza due to newborns or newcomers طيب, to the county. How many people are in this county في الآخر يعني. يبقى احنا بدأنا بالعدد ده اللي هو 1.928 مليون مليون دي يعني عملتها تايمز 10 باور 6 رايح دماغك تمام العدد ده حصل فيه مشكلتين حصل ان هو ايه قل ب 7 يبقى هتعمل تايمز 0.93 او ممكن تعملها زي ما قلنا 1 ماينس 7% هي هي وبعدين على كده ربنا كرمه مزاد ب 4 يبقى هتعمل تايمز 1.04 طبعا الحتتين دول اللي هم ماشيين طريقه للكتابه يعني بس دي احد الطرق الصح ما فيهاش مشكله هنكتب الكلام ده ونشوف هنحصل على العدد عامل ازاي. يبقى 1.928 واتكع ده وتكتب 6 تايمز ال 0.93 عشان ننزلها 7% وتايمز 1.04 علشان نزودها ل ايه؟ ال 4% يصل حالها على 1864 كذا كذا تبقى سي. اوكي؟ يا مسهل. 18 بيقول لي شهيره And Nicole went to a supermarket, the supermarket to buy chocolate. The list of what they bought and the total price they paid can be seen in the table below. Shahira and Nicole, the number of chocolate bought from A, brand B, total price paid in dollar. If you went to the same supermarket and bought one chocolate from brand A, with three chocolate from brand B, how much will you pay? طب هو كده اللي انا فهمته يعني شهيره دي اشترت ايه؟ 7A و3B فدفعت كام؟ دفعت 25.4 طيب والثانيه اشترت 4 من A و5 من B ودفعت 24.7 انت بقى تشتري ايه؟ واحده A وثلاثه B تدفع كام؟ ده السؤال تمام طبعا بفكر برضو الاول ان انا اعمل سبتراكت او اد بس بايظه يعني بسيطه سبتراكت بعيده خالص والاد بعيده خالص فهنحلها مود 5 1 وخلاص مود 5 1 اه مود 5 1 عشان بس فيها ديسمالز وبتاع مش عايزين نلخبط نفسنا 7 و 3 و 25.4 واللي بعدها 4 و5 وخلي بالك اللي هختاره مش اللي هيطلع لي ها اللي هيطلع لي هستخدمهم بس ف
فهنا هيطلع لك واحده ثمنها ايه 2.3 والثانيه ثمنها 3.1 2.3 و3.1 هنحسب بقى الايه الاي بلس 3 بي وصلت يبقى اجي هنا بقى اطلع من ده خلاص مش عايزه اقول له والله انا عايز ايه بص احسبها ازاي بص احسبها ازاي ايه عايز ايه بلس 3 بي الفا بي تمام واقول له كالك كالك الاي بكام هقول له الاي دي ب 2.3 اقول له طب البي بكام هقول له ب 3.1 هو يعوض لك بقى يطلع الاجابه كلها ايه 58 اوفر 5 اللي هي تعتبر 11.6 اللي هي دي اخر واحده ماشي او عوض بقى باي طريقه ثانيه مش بلاقي حد هتكلم نمبر 19 اف ده اند ده وات از ذا فاليو اوف ده طب دي سهله هتجيب اف اوف 1 نيجاتيف 1 وجي اوف 3 ديفايد ببعض فحط فوق التعويض بتاع نيجاتيف 1 هنا يبقى نيجاتيف 3 ماينس 4 تايمز نيجاتيف 2 بلس 7 وتحت هنعوض ب 3 يبقى 4 تايمز نيجاتيف 6 بلس 1 يعني فوق عند نيجاتيف 3 ماينس 4 واللي جوه هنا 5 وهنا 4 واللي جوه هنا نيجاتيف 5 يعني اللي فوق نيجاتيف 3 ماينس 20 يبقى 23 طبعا البرودكت قبل السبتراكشن ها ما حدش يقول نيجاتيف 3 ماينس 4 بعدين تايمز 5 لا نيجاتيف 4 تايمز 5 الاول وبعدين نحطها نيجاتيف 3 ها في حاجه اسمها برايورتي برايورتي دي اوفر دي يبقى الاجابه مين؟ سي اللي هي النيجاتيف راحت مع النيجاتيف يعني وتبقى 23 اوفر ايه 20 ماشي كانت تخلص كالكوليتر برضه ما فيهاش مشكله واللي فارس decided to sell his 450 books عايز يبيع 405 كتاب اللعب 50 كتاب طيب 22% of the books are new and the rest are considered old if each new book will be sold for 11 and each old book will be sold for 6.5 How much will Paris get? يبقى هيقسم ال 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 الكتب دي ل 22% من 450 وطبعا بقيتهم هيبقى 78 بقيت 22 يعني بيرسنت من 450 دول قسمين القسم الاولاني ده هيتباع ب 11 يبقى ده تايمز 11 والثاني ده هيتباع بكام؟ ب 6.5 عشان دول يعني ده الاولد ده النيو وده الايه الاولد بس وكالكوليتر بيزد بقى شوفها بتعمل الحسبه كلها يبقى 11 دولار للكميه الجديده يبقى 11 تايمز 0.22 من 450 كلهم بلس على طول 6.5 دولار من ال 0.78 من برضه 450 ماشي يطلع هياخد كام بقى؟ هياخد 3370 ونص تبقى الاجابه بي Interesting. Interesting. انا مش عارف ليه هم خلوا الامتحان كله choices ومش عارف ده منطبق على الامتحان الجاي ولا لا على فكره. ما فيش اي تعديل في المواصفات تم نشره. Number 21 بيقول لي which of the following is a factor of the polynomial كذا 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 دي third degree. و it seems no factorization available كجروبنج او كده بعيده خالص يعني 13 و 6 و 5 حاجات كلها مكشره لبعضها كده. طيب الحل ان انا اقعد اعوض ب 1 وب 6 وبنيجاتيف هاف وب هاف لحد ما الاقي واحده تطلع زيرو او انا هيطلع يعني ايه عيني فيها فهنعمل ايه؟ هنعمل مود 5 فاكرين اللي هي كيوبك اللي هي ايه 4 تمام؟ وهكتب الفور فاكتورز دول اللي هم 2 و 13 و 5 ونيجاتيف 6 تمام؟ هيحصل ايه بقى؟ هيكتب لك هو الروتس ففي روت بايه؟ بنيجاتيف 6 لا المفروض اكس بلس 6 روت دي نيجاتيف 6 ما ينفعش وبهاف هاف تمشي يبقى دي الهاف يعني دي اخر واحده تمام ونيجاتيف 1 يعني بلس 1 لا فهم روتس طلعوا 3 اكس بلس 1 فاكروا اكس بلس 1 واكس بلس 6 ده الكلام اللي قاله الكالكوليتر و 2 اكس ايه ماينس 1 ف 2 اكس ماينس 1 هي اللي موجوده يعني عشان هو قال ايه ان اكس بنيجاتيف 1 وقال لك ان اكس بنيجاتيف 6 مش كده وقال لك ان اكس بهاف طبعا الموجوده هنا اللي هي بتاعت الاكس الهابط الاخير. كريم drove his car from his village to the city. It took him 2.5 hours to reach the city driving at a constant speed of 60 km per hour.
ماشي، ده التايم كده والديستنس والسبيد. How much will he save time if he started driving at a constant speed of 70؟ يعني لو سرعته 70 هيوفر وقت قد ايه؟ طبعا الديستنس ثابته في الحالتين. اوكي؟ يعني الديستنس هي ايه؟ هي السبيد، عارفين ترينجل طبعا مشهور. فالديستنس سبيد تايمز تايم. فالسبيد لما كانت 60 وكان التايم 2.5 hours هي نفس السبيد ب 70، لو زاد بقى التايم هيبقى كام الجديد؟ طبعا البرودكت الاولاني والثاني الاثنين ايكوال لمين؟ للديستنس. انا مش عايز الديستنس بس عايز التايم الجديد ده. فببساطه هعمل ده تايمز ده وانزل الايه 70 تحت واشوف الكلام ده كام. اوكي؟ بس قالت ليت هي، بس في بعضكم عنده يعني فوبيا من الليتس اصلا. 60 تايمز 2.5 ديفايدد باي 70. فيا جماعه حد عنده مشكله؟ يعني تعالي اعدي بس، وهنبدا بعد كده في سلسله فيها شرح كل الدروس. يا ريت تتفاعلوا عشان نبدا بالدروس الاهم ليكم. تمام؟ فتطلع 2.14 اللي هي دي. يعني تتفاعلوا، يعني اكتب لي نبدا بدرس كذا ثم درس كذا ثم درس كذا ونعملها. هي دي هي الاجابه بس. هو قال هاو ماتش تايم ويل هي سيف سيف. ماشي، فهو هيوصل في 2.143 صح، بس هيسيف قد ايه؟ اشوفها بقى فرق عندي قد ايه. فكده واضح ان الفرق اقل من النص يعني، فغالبا هي ايه؟ خلي بالك هو عايز السيف قد ايه مش الوقت قد ايه. الوقت هو 3.14 انما السيف تايم، السيف ده هو الفاليو دي بس. طيب 23 بيقول لي a store did a sale on a pair of shoes. ماشي؟ طبعا pair of shoes يعني جزمه واحده، لا مؤاخذه يعني مش اثنين، عشان في ناس بتحب ان هو اثنين، لا pair of shoes هي اسمها كده. ده pair of pants كده. pair of gloves هو جوانتي واحد. طب it is now for قد كده instead of كذا، ده العرض يعني نزل 100 دولار. يبقى ايه الديسكاونت هنا قد ايه؟ ده كتير قوي. فانا هحسب والله ال 230 دي نزلت ل 103 ما شاء الله، يبقى ال 100 تنزل لكام واعرف نزلت قد ايه؟ انا عايز الفرق هنا عشان ده ديسكاونت. فهنحسب الاول الريشيو وبعدين نفهم. فانا هنا انا عندي 100 تايمز 103 وديفايدد باي ايه؟ 230. هاو ماتش؟ 45. لما ال 100 تنزل ل 45 يا جدعان يبقى نزلت كام؟ ما نزلتش 45 بقى، نزلت ليه 45؟ ما نزلت 55. ماشي، يبقى 23 سي. Which of the following equation represents the graph of the quadratic function اللي معديه على البوينت دي ودي ودي؟ طبعا احنا ايه معلوماتها كثيره. ما ادانيش اي حاجه، ده مداني 3 و0 ونيجاتيف 4 و0. انا ممكن من دول اجيب الايه؟ طالما الواي بزيرو يعني دي بوينت على الاكس اكسس، فممكن من دول كده اعرف على الاقل هي الروتس بكام، الصم بتاع الروتس والبرودكت بتاع الروتس. فالروتس عشان دي الروتس اللي هي الواي بتاعتها بزيرو، فالصم بتاعهم بنيجاتيف 1 والبرودكت اللي هو نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 تايمز 3 بنيجاتيف 12. تمام؟ طب الصم مين في دول الصم كده؟ عارفين الصم اللي هو مين؟ اللي هو نيجاتيف بي على ايه؟ مين نجرب بيه على ايه يطلع نيجاتيف 1؟ اول واحده نجرب بيه على ايه بوزيتيف 1، يبقى مش دي. ثاني واحده ممكن اللي بعدها نجرب بيه على ايه تطلع بنيجاتيف 1 برضه تمشي. الاخيره نجرب بيه على ايه تطلع بوزيتيف 1 ما تمشيش. هي واحده في الاثنين ايه؟ هو في فرق بينهم اصلا؟ في بلس وماينس. طيب الاثنين نجرب والاثنين بوزيتيف. تعالى بقى نجيب البرودكت. البرودكت نجرب، فالبرودكت نيجاتيف هو سي اوفر اي، سي اوفر اي طالما نيجاتيف يبقى لازم السي او الاي نيجاتيف، يبقى كده الاجابه بي. كده الاجابه بي. الحل هنا بالسم البرودكت اسهل 100 مره من التحول لاي حاجه في البوينت، البوينت هتطول معاك جدا. فده اسهل بكتير. طيب جيفن ذات الكلام ده، وات از ذا نيجاتيف فاليو اوف تي اذا كان ايه؟ اتش اوف تي ب 3. اتش اوف تي ما هي اللي فوق اهي، نيجاتيف تي بلس 1 على 5 تي سكويرد ده ايكوال كام؟ 3. انا هخليها بس زيرو ايكويشن ونحاول نعملها بالكالكوليتر. فكروس مالتيبليكيشن تبقى ايه؟ 15 تي سكويرد، والكالكوليتر هكتب عليه 15 تي سكويرد بقى ماينس 2 تي ماينس 1، واحاول اخليه يعمل لي فاكتورايزيشن ليه. انا ممكن اعملها بايدي على فكره، نكمل وخلاص، ان 15 تقبل بفرق 2.
يلا بينا من ايدين وخلاص. ده 5T و3T و1 1 طبعا الكبير الكبير هو ال5 بالنيجاتيف والصغير هو الايه دي بالبلس، او تعملها بالكالكوليتر شيفت صفر وصباح الفل ما فيش اي مشكله، وتقبل حل النيجاتيف اللي هيطلع نيجاتيف 0.2 لان الحل ده ب 1 over 3 مش عايزه، ده بايه نيجاتيف 1 على 5 هو ده اللي انا عايزه اللي هو ايه نيجاتيف 1 على 5 يعني كانه نيجاتيف 2 over 10 يعني كانه نيجاتيف 0.2. فالاجابه 25 تبقى دي ما فيهاش مشكله، او تعملها شيفت صلب يعني تبدي زي ما هي كده شيفت صلب تعظيم سلام برافو. نخش على اللي بعديه. What is the sum of the values of the x and y intercepts of the graph ده؟ طيب هي دي لينير عامه ما فيهاش مشاكل بس بسطها، يبقى الاول هكتب 2x plus 3x minus 15 مش عارف تهيألي شفت الكوجن دي في اول الامتحان بس ماشي يعني كانها 5x minus 15 دي الواي. x intercept و intercept واضح ان انت لو x ب 0 الواي ب negative 15. طب لو y ب 0 لو y هي اللي ب 0 الاكس بكام؟ لو y ب 0 هتضرب 15 يبقى x ب 3 15 minus 15. هو عايز يجمع بقى 3 وال negative 15 يبقى يبقى ايه؟ negative 20 negative 12 15 وماينس ايه؟ وماينس negative 15 و 3 يبقى minus 12. ماشي دي بيقول لي given that the solution of the system above is 2 and 5 what is the value of ده؟ طيب هنعوض الاول بال 2 and 5 وبعدين نشوف ايه ده؟ هو قال ان ده solution. طيب لو قعدنا ب 2 and 5 4 بس بحاول اركز ممكن نجيبها على طول ولا فيها؟ لا ده حاطط الام مكان الدي والدي مكان الام ومبهدل الدنيا. يعني بيتهيألي هنعوض ب 2 5 لازم. طب عوض ب 2 5 مكان اكس واي طبعا. يبقى اول واحده عباره عن 2 دي وهنا تبقى ايه 10 ام ايكوال نيجاتيف 14. تمام؟ ثاني واحده برضه نعوض ب 2 5 تبقى 6 دي و 30 ام ايكوال 78. طبعا ارقام ايه؟ بتقول لي اعملني على الكالكوليتر. للاسف انا مش شايف شورت كات تخلينا ايه نهبشها وخلاص يعني. فهنضطر نعملها كالكوليتر. فمود 5 1 واول ايكويشن 2 نيجاتيف 10 نيجاتيف 14 والثانيه 6 30 78 تمام؟ كده احنا جبنا ايه؟ ال دي ب 3 والثانيه ب 2 الله على الجمال. يبقى كده عندي كل حاجه، عندي الدي ب 3 وعندي الام ب 2 وهو كان تفضل مشكورا وقال لك ان الاكس ب 2 وقال لك ان الواي ب 5. هات بقى ايه اللي احنا عايزينه، المعلومات كلها قدامك اهي. انت عايز 2 ام اكس، ام اكس دي ب 4 يبقى 2 ام اكس دي ب 8. دي واي دي واي دي ب 15 تايم 3 يبقى 45 يبقى ده ماينس ده واضح ان الاجابه تبقى ايه على طول. ماشي طويله شويه بس يعني مش صعبه بس تكلكع في امتحان اي حد يعني لو الوهله جامده. طب 28 بيقول لي باتريك از توايس از اولد از الونسو، الونسو از 7 years old than فاطمه وفاطمة is 2 years younger than Patricia وباتريشيز if Patricia's age to Selma's age is 4 to 3. ايه الزحمة دي؟ جايب العيلة كلها. What is the age of Patrick if Selma is 12؟ يا ساتر يا ساتر. طب نكتب الناس، عندنا باتريك وألونسو وفاطمة ومين تاني وسلمى وباتريشيا. ده غير باتريك، ده باتريك وباتريشيا. باتريشيا ما شاء الله خليها بالسي بقى. وسلمى خمسه ما شاء الله ما شاء الله. طيب بالراحه بقى. باتريك توايس از اولد از هي عموما ادالك سلمى ب 12 ده نايس يعني دي ابدا بيها احسن. وقال لك ان باتريشيا لسلمى كانها 4 تو 3 فطالما دي 4 تو 3 باتريشيا لسلمى هتقدر تجيب باتريشيا على طول. 4 تايمز 12 بكام؟ ب 48 ديفايد باي 3 تطلع 16. حلو جدا.
وبعدين فاطمة is 2 years younger than Patricia. احنا قلنا Patricia يبقى فاطمة أصغر منها بسنتين 14. شفت الحلاوة؟ وألونسو is 7 years older than فاطمة. زود فاطمة دي 7 يبقى ده عنده 21 years. باتريك is twice ألونسو بقى يبقى ده 42. ده العجوز ده. هو عايز مين؟ What is the age of Patrick? Patrick يبقى 42. 42 تبقى C. شايفين اللفة؟ بدأنا بالـ A بالـ given عشان ما نعملش equation يعني. وبدأنا عليه بقى إيه نبني الأعمار كلها. هي بس أول واحدة جت بريشيو. Interesting. طيب ده 1 2 3 4 أعداد الـ average بتاعهم الـ 36. طالهم 4. 1 2 3 4. هنجمع كل الكهات. كل الكهات جمع لي الكهات كده K و2K و2K و3K. يبقوا كام؟ يبقوا 8K. ونجمع الاعداد 2 و4 و5 و5 يعني 16. ده ديفايد باي 4 ب 36 وشفت صوب تحلها. عايز تعمل ديفايد باي 4 كل حاجه ديفايد باي 4 وجميله جدا اهي. يبقى 2K بلس 4 ايكوال 36. عايز تعمل ديفايد باي 2 كمان يلا. ان شاء الله مع حد ايه؟ حوش يبقى كي ب 16 في منتهى السهوله تبقى 29 سي. جميله دي. ده سؤال isolating بس لازم نكتب الريليشن بقى نركز. بيقول لي ذا سم اوف 3 نمبرز از ايكوفلنت تو ذا برودكت اوف ذا ثيرد نمبر اند هاف ذا ديفرنس اوف ذا فيرست تو نمبرز. Assume that the first number is A والسكند B والثيرد C. بس ادي A وB وC هما اللي هما التلاته كده. هو اللي قايل مش انا. كويس. من الاول بقى. السم ذا 3 نمبرز يعني A بلس B بلس C ماله؟ is equivalent to the product of the third number and half the difference. third number C. half the difference بتاع الاثنين يعني ايه؟ يعني ال B minus A بقى وال A minus B of the first two numbers. يبقى خلينا ايه؟ B minus A. ما قالش هم مترتبين من تحت لفوق ولا من فوق لتحت يعني. فخليها ايه؟ half the difference. خليها A minus B ونشوف اذا كان احتمال دي يكون فيها اشاره يعني. كده half the difference. يبقى تاني السم of the three numbers اللي هو A و B و C equal the third اللي هو C the product of the third and half the difference of the first two numbers assuming ان numbers كذا وكذا 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 وكذا. عايزين A لوحدها isolated. فهعمل كله تايمز 2 لان عندي حاجات بالهبل فيها اتنينات هنا. يبقى 2A و 2B و 2C و CA و CB. جمع الايهات كلها مع بعض الاول. هنجيب دي مع دي. يبقى 2A minus CA وادي الناحيه الثانيه. طب خليها العكس عشان ما بقاش فيها نيجاتيف كتير. جمع الايهات شمال وخلي او يمين وخلي الباقيين هم اللي شمال. يعني خلي 2B هنا و 2C هنا وبلس CB هنا كده شكلها اروق شويه. وهناك بقى عندك CA minus 2A. تمام؟ هناخد ال انا عايز ال A لوحدها فلازم اخد ال A كومن وانزل ال C minus 2 تحت. يبقى هنا 2A 2B بقى و 2C و CB خليها برضه حته حته عشان الناس ما تتوهش. C minus 2 اهي نزلها تحت هتبقى مين الاجابه؟ تبقى B. ماشي هي مظبوطه كده. الديفرنس قصده A minus B مش B minus A. 31 بيقول لي 30% of the number of a number is كذا of 50. ماشي ما فيهاش انكريز ولا ديكريز هتبقى عادي. اقول ايه 30% of a number يعني تايمز A مثلا is 86.4% of يعني تايمز 50. شفت صوب بتجيب الـ A وخلاص او ودي 30 over 100 دي هناك مقلوبه. يبقى الـ A عبارة عن 86 او بشيفت صوب زي ما قلنا. بتبقى 100 مع 100 اصلا يعني. نخف بيها وزن شوية. وتايمز 50 ونزل بقى الـ 30 تحت. ونحسب دي. يبقى 86.4 تايمز 50. انا بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بعجن تاني. 86.4 تايمز 50 اوفر 30 او تايمز 30 هي
ب 144 يبقى الاجابه ايه. الامتحان برضو تحول كله زي ما قلنا للتشويسز المفروض يبقى جريدن ماشي. عايز اتش اوف نيجاتيف 4 يبقى شيل كل اكس من اول قاعده دي واكتب مكانها ايه نيجاتيف 4. ف اتش اوف نيجاتيف 4 يلا بينا يبقى 2 تايمز نيجاتيف 4 ماينس 3 تايمز جي اوف نيجاتيف 4. طب جي اوف نيجاتيف 4 دي محتاجه خطوه لوحدها نجيبها فوق كده. يعني ايه جي اوف نيجاتيف 4 اصلا؟ من هنا بقى تبقى 3 تايمز نيجاتيف 4 بلس 7 يعني نيجاتيف 12 بلس 7 يعني نيجاتيف 5. عوض بيها هنا بقى يبقى دي بنيجاتيف 5 كلها. يبقى الكلام ده عباره عن 2 تايمز نيجاتيف 4 بنيجاتيف 8 ونيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 5 ببوستيف 15 يبقى كل الكلام ببوستيف 7 يبقى 32 سي. بيستخدم الفانكشن نوتيشن كتير في الامتحان برضه خمس واحده نعملها كده. طب تي اند تي برايم ار تو تراينجلز. تي از ايسوسليس تراينجل بهايبرتنوس 9 نوت 2. ايسوسليس يعني ايه؟ الهايبرتنوس طبعا 9 نوت 2 يبقى ده 9 و9 تمام؟ فشو الايسوسليس تراينجل ده اللي هو 45 45. والثاني 30 60 تراينجل such that the smaller leg is 4. اصغر leg طبعا في ال 30 60 هي الاوبوزيت بتاع ال 30. عارفين ده الاوبوزيت ده اكس يبقى الهايبرتنوس 2 اكس والثاني اكس روت 3 هنا دي 4. يبقى ده 8 قدام مرتين وتحت يبقى 4 روت 3. هو عايز ايه؟ عايز البريمتر السم بتاع البريمتر هتجمع الست اعداد اللي قدامنا دي تو ذا نيست 10. يبقى هنقول ايه 9 و9 و9 و2 يعني 18 بلس 9 و2 وهنجمع كمان ال 4 وال 8 بكام؟ ب 12 و 4 و 3 بس كده تطلع 49.7 ماشي. يبقى اول A 33A. ده اللي انا مستنيه من الصبح والله. ده كان اطول سؤال في الامتحان فاكرين في الريفيجن. مديني سيستم فيه 3 لينير ايكويشنز والثلاثه دولت عاملين سم اوف ابسيسس في الانترسكشن 1.6. يعني ايه ده؟ يعني هم 3 لاينز كده كل بوينت في الانترسكشن من 3 بوينتس دولت ليها اكس كوردينيت اللي هو الابسيس ده. فالثلاث اكسات مجموعهم 1.6. انا عايز بقى الاي بكام. فانت هتحل السيستم ثلاث مرات، مره هتاخد اول اثنين، مره اخر اثنين، مره الاولى والاخيره. فطبعا سؤال مفتري قوي في الطول يعني. فبسرعه عشان ما نضيعش وقت 2 اكس بلس واي ايكوال 1 وتحت اي اكس بلس واي ايكوال 4. طبعا واضح ان ايه باي سبتراكتنج او اللي تحت ماينس اللي فوق تبقى ايه بلس 2 ها بعد ما سبتراكت من تحت ماينس اللي فوق و4 ماينس هنا ايه 1 ب 3 والواي تروح طبعا. فكده اول حاجه جبنا ان الاكس اللي هي اول ابسيسة ب 3 اوفر ايه بلس 2. هناخد واحده ثانيه ناخد اخر اثنين اللي هي ايه اكس بلس واي ايكوال 4 وتحت نيجاتيف 4 اكس بلس واي بقى ايكوال 1 ودينا الايه الواي الناحيه الثانيه برضو باي سبتراكتنج يبقى ايه بلس 4 كلها تايمز الاكس والواي ماينس الواي راحت وهنا سبتراكت 4 ماينس 1 ب 3 يبقى ثاني فاليو او ثاني ابسيس هي 3 بس المره دي اوفر ايه بلس 4. اوكي والابسيس الاخرانيه اللي هي بتاعت بقى الاولى مع الايه مع الاخيره هنعمل ايه؟ هتبقى نيجاتيف 2 دي الوحيده اللي ممكن تعملها بمود 5 1 لو حبيت لان ما فيهاش اهاد دي. ونيجاتيف 4 اكس برضه بلس واي ايكوال 1 هنحلها باي سبتراكشن ولا حاجه هتلاقي الواي راحت والوان راح. دي طلع اكس ايكوال 0 سهل. الثلاث اكسات بقى دولت اللي هي ال 3 دي وال 3 الثانيه والايه والزيرو دي مجموعهم كام؟ مجموعهم 1.6. يبقى هعمل بقى 3 اوفر a بلس 2 و 3 اوفر a بلس 4 واعمل لها شيفت سولف ان ده بلس ده ب 1.6. الثالثه طبعا بزيرو مش مهم ندخلها في الايكويشن ونطلع الايه بكام. يلا بينا على شيفت سولف اولكش 3 فوق وتحت اكس بلس 2 بلس 3 ثانيه فوق وتحت اكس بلس 4 وكلها ايكوال كام؟ 1.6
وشفت الصول بتخلص بوان يبقى الإجابة بي. تمام؟ 35 طبعا اللي فات ده كان أطول سؤال يعتبر في التاريخ يعني. 35 بيقول لي إيه 17 is subtracted from triple the sum of all integers من 144. طب السم of all integers من 144 جيج إزاي؟ اللي هي 1 و2 و3 لحد 44. فعندي طريقتين، يا إما أقول الـ SN بتاع الـ arithmetic sequence هو N over 2 في أول ترم وآخر ترم، دي سهلة هنا لنعرفهم كلهم. فأو الـ N هنا 44 over 2 أول ترم بـ 1 آخر ترم 44 يبقى 22 times 45 وزي ما تطلع. كام دي 22 times 45؟ 990. تمام؟ ده السم بتاع العدد دي. انا هعمل ايه بقى فيه؟ تريبل السم ده هشيل منه 17، يعني همسك 990 دي تايم 3 ده اسمه تريبل ذا سم. وشيل منها 17 عشان قال لك 17 از سبتراكتد فروم ده، فاللي بعد فروم بيبدا بيه برضه. وشوفها بكام؟ 990 تايم 3 ماينس الايه؟ ال 17. تطلع الاخيره 53 اللي هي دي اخر واحده. اوكي. برضو عشان في ناس برضو اعترضوا على الرول ده، مش عارف هو ايه الغريب فيه، بس هو رول مشهور جدا. ممكن تعملها بالرول العادي اللي هو بتاع اس ان ايكوال ايه ان اوفر 2 بتاع الارثمتيك سيكونس برضو في 2 اي 1 بلس ان ماينس 1 دي. وبرضو هنا عندي الدي ب 1 طبعا والان بكام؟ 44 والاي ب 1. فهتحول للرول اللي تحتيه على طول بنفس الكلام يعني. ده لو انت مش حافظ ده او ده يعني تبقى مصيبه، لازم تكون حافظهم الاثنين اصلا. ماشي. هانت. بيقول لي if the distance between points كذا وكذا in coordinate system is a is دي ثانيه. is distance between d و d in the coordinate system is d. the distance. And a is a point in the first quadrant. What is the value of c? over 2 plus c. 7. يعني ايه كلمة a in the first quadrant دي؟ معناها ان c وسط يعني. طب نجيب الdistance formula. distance formula بتقول ايه؟ 9 minus 3 يعني 6 squared. و negative 5 وc اخليها c plus 5 اشك squared. كده كده السكوير بيضيع العكس لو عكست يعني. ده ايكوال كام؟ 3 روت 13. ممكن شيفت صوب بعد كده تجيب السي وبعد كده تشوف الكلام ده بكام. ده اللي افضله يعني. تمام؟ انا عامل شيفت صوب اسرع طبعا، لان بدل ما نقعد نسكور ونشيل الروت ده وكده. اسمعني. ادي هنا وادي هنا. يلا بينا روت. 36 بلس عند الراديكال لس ادي اكس بلس 1 سوري بلس 5 اول سكويرد. اوكي. والفا ايكوال كام؟ 3 روت 13. تمام. حاولوا شفت سولف واختار السي البوستيف يعني حاولوا ايكوال. لو طلع لي نيجاتيف كنت هزعل الاول، انا عايز البوستيف خلاص. هي البوستيف بفور يبقى سي بفور. ده ايه ده؟ شفت سولف C4 يبقى الكلام ده بكام بقى؟ 4 over 2 plus 7 اللي هو عايزه، يبقى الانسر ايه؟ should be 9 اللي هي 369. تمام. The arithmetic mean of the set the set below is ده. عايز الميديان. طب الاول نجيب ال n ونرتبه وبعدين نجيب الميديان. تمام؟ فتعال نجمع ده كله بلس بعضه n و 2n يعني كام؟ 3n. والاعداد جمع كده اورال 4 و 6 ادي 10 10 و 11 21 21 شيل منها 1 تبقى 20 بس. ماشي. دول اربع اعداد والافرج بتاعهم 7.25. كروس مالتيبيكيشن يبقى 3 ان بلس 20 4 تايم 7 ب 28 وكورتر تايم 4 ب 1 يبقى 29 كلها يبقى 3 ان ب 9 يبقى الان بكام؟ ب 3. وبرضه ممكن تعملها بشيفت سولف. طالما ال n ب 3 اقدر اكتب الاعداد بقى
يبقى الأعداد هي 7 و6 و11 ان ب 3 يبقى ده 6 ماينس 1 ب 5. ترتيبها الصحيح 5 ثم 6 ثم 7 ثم 11. فالميديان يتجاب منين؟ بعد ما برتب بجيب العددين اللي في النص بلس بعض اوفر 2 يبقى 6 ونص ويبقى 30 دي سي. والله نايس لما يبقى الامتحان كله تشويسز اشيك زي است 2 خلاص. السؤال الاخير في هذا الامتحان مش عايز يخلص بيقول لك سامي هاز سيركلر لاند اوف اريديوس 6 ماشي و he decided to cultivate a part of his land which is it shown shaded in the figure above each 1 meter cost him 79 knowing that in the DAC الانجل الوحيده اللي قدامنا دي ب 155. How much will Sammy pay to cultivate the desired area? يبقى نجيب الاريا ونعملها ايه؟ الاريا وتايمز ايه؟ ال 79 دي في الاخر عشان نجيب الكوست يعني. فالاريا هتتجاب ازاي؟ فاكرين الرول بتاع الايه؟ الثيتا ديجري اوفر 360 ايكوال الاريا اللي انت عايزها اوفر باي ار سكويرد. مهم جدا الرول ده. فالثيتا انا مهندس 55 بالديجري اوفر 360 والاريا ما اعرفهاش بكام بس باي ار سكويد عارفها ب 36 باي. طبعا ممكن اشيل 36 مع دي تبقى 10 بيت انترستنج يعني يبقى الاريا كده عباره عن ايه؟ 15.5 باي على طول. الكوست بقى هتبقى 15.5 باي دي تايمز ايه؟ تايمز 79 خلصت كده. وكالكليترك الحلو سلم لي على الترماي. يلا بينا 15.5 times pi times 79 ويطلع 3847 وتبقى الانسر A وخلصت. ماشي الحمد لله رب العالمين لحقنا الامتحان النهارده. كنت عايز اخلص النهارده باي شكل فنتمنى يكون يعني بالفايده باذن الله للجميع وعسى ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. والى ان نراكم في الامتحان القادم ان شاء الله. توقع برضه بكره ان شاء الله في امتحان جديد. والى ان نلتقي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسونا من صالح الدعاء. يلا.